يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، وقال بعض أهل العلم إن من صلى ولم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يقم بالأمر كاملا، فهل هذا القول صحيح؟ لا، يكون قام ببعض الأمر، يكون قام ببعض الأمر، ولكن الكمال أن يصلي ويسلم عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.